هاني موضوع شريف محمد شريف كلام كتير اتقال ان هو ممكن يرجع لنادي الزمالك، هل الكلام ده صحيح ام خاطئ؟ ده الموضوع ده مقفول تماما. احد المرشحين في الانتخابات ايضا تواصل عن طريق بعض وكلاء اللاعبين مع شريف ووكيله، بيتكلم معاه في فكره نادي الزمالك وكل اللي انت محتاجه والفلوس والكلام ده كله. شريف كان رد واضح، قال لك انا حققت تاريخ مع النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي ما اقدرش اخسره، اذا كان على الفلوس فانا كده كده باخد فلوس كويسه جدا في السعوديه، عقد مستمر لمده سنتين، لو رجعت هرجع على النادي الاهلي، لكن انا مش هقدر العب في نادي الزمالك علشان ما دمرش التاريخ اللي بنيته مع النادي في السنين اللي فاتت، ويبقى ليا مكان فيما بعد داخل نادي الاهلي، لان شريف بيفكر في المستقبل على اعتبار ان هو بياخد ارقام كويسه في الدوري السعودي ما يقدرش نادي مصر حتى يدفع له. عظيم جدا.